ينضم إلينا الآن المحلل السياسي السيد عبد الرحمن الملحم. أهلا بك معنا في نشرة الخامسة. ما الذي يمثله من أهمية تدمير الموقع العسكري التابع لميليشيات الحوثي في دمار؟ أسعد الله مساءك أخوي بدر وجميع ومساك. المشاهدين عبر قناتنا المتألقة الإخبارية. أهلا وسهلا. أخي طبعا ما لا شك فيه أن التحالف دائما يستهدف المواقع العسكرية وبدقة بعيدا عن كل البعد عن ما يتناول أحيانا على لسان القنوات الإعلامية المعادية التي دائما تحاول أن تستبق الأحداث وتقول على أن هناك مواقع للمدنيين أو ما غير ذلك. أود أن أشير إلى أن المملكة العربية السعودية ومنذ بداية حرب اليمن كانت هدفها الرئيسي هو الابتعاد عن أي أماكن تعج بالمدنيين. الحوثي وغيرهم كانوا يستخدمون المدنيين كدروع بشرية، حتى أنهم أطلقوا صواريخهم من مناطق مليئة بالمواطنين كالمدارس وإلى غير ذلك. وكان التحالف تعلم جيدا على أن هذه الأماكن التي أطلق منها الصواريخ أو غير ذلك هي تعج بالمدنيين، ومع ذلك ابتعد التحالف عن كل المواقع التي تعج بالمواطنين سلامة لهم وحفظا لهم. بكل مما تأكيد لا شك فيه أن التحالف دائما دقيق، هو تحالف دقيقة جدا جدا في معرفة المواقع العسكرية والتي ينبغي حقيقة ضربها، وينبغي حقيقة إسكات كل ما يصدر منها، سواء كانت هذه المواقع تصدر منها صواريخ بالستية أو طائرات أو إلى غير ذلك. نعم. لذلك فكانت دقة التحالف شديدة. نعم. جدا في تحديد الموقع، والذي يبعد تقريبا 10 كيلو متر من المدينة، والموقع خالي جدا من المواطنين أو من المدنيين، ولا يوجد فيه أي هدف مدني، إنما هو هدف. نعم. عسكري. بكل تأكيد دعني أستثمر وجودك سيد عبد الرحمن معنا في نشرة الخامسة. الموقع ومن خلال إعلان قوات التحالف يشير إلى أنه يحتوي على عدد من الطائرات المسيرة ومخزن كامل، بالإضافة إلى صواريخ دفاع جوي. إذا ما زال إيران تدعم هذه الميليشيات بقدرات نوعية، ما مدى خطورة هذا الأمر باعتقادك؟ فبدأ الإيران منذ بداية الحرب وهي تعلم جيدا، وهي تدعم جيدا الحوثي بكل ما يستلزم من أدوات عسكرية كالصواريخ الباليستية، كالطائرات الدرون، كالمقلفات التي تنطلق سواء على أراضي السعودية أو أراضي أخرى. إيران منذ بداية الحرب هي من تقود المعركة في الحقيقة عن طريق الحوثي بالوكالة، وهناك أيضا طرف آخر حقيقة يساهم في هذه الحرب وفي دفع تكاليف الحرب، وهو النظام القطري. أؤكد لك على أن إيران وخبرائها العسكريين، وأيضا هناك طرف حزب الله، أنهم يساهمون وبشكل كبير. وهذه المواقع التي ذكرها التحالف هي مواقع مليئة بالصواريخ البالستية وبمناطق قواعد طائرات الدرون التي تنطلق منها هذه. ما مدى خطورة وجود هذه الأسلحة النوعية مع ميليشيات لا تعترف بالقوانين والأعراف الدولية؟ ما هي الخطورة سيد عبد الرحمن في امتلاك هذه الميليشيات لهذه القدرات النوعية؟ أخي الكريم، هذه يعني قدرات عسكرية خطرة جدا، وعلى حقيقة المجتمع الدولي أن يعي خطورة تلك المواقف وخطورة تلك الاستهدافات التي ينطلق منها الحوثي وإيران. ومزيدا من هذه الحرب ومزيدا من هذه الدمار التي تستمر الحوثي على انتهاجه بدعم كبير، دعم عسكري ولوجستي من إيران، ودعم من مادي أيضا من النظام القطري. هذه أشياء خطيرة ليست فقط على الجهات الأخرى، إنما هي أيضا خطرة على المواطنين نفسهم في تلك المناطق. لذلك التحالف ينظر
نعم. وبدقة شديدة على ضروب تدمير تلك المواقع. أشكرك. حتى تكون خالية من هذه الصواريخ. إذا كان معنا من الرياض المحلل السياسي السيد عبد الرحمن الملحم، شكرا جزيلا لك.